ازيكوا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكوا دالي. النهارده هعمل معاكي اسهل واجمل مشروع، سهل جدا. توكة سهله جدا، هتتعمل معاكي في ثواني، وشكلها شيك جدا، وامكانياتها بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. حتى لو مش هتعمليه مشروع، كفايه ان انا اعمل كده توكة لبنتي. توكة شكلها حلو، وخيط انا عارفه شكله ايه. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. الخامات اللي هنشتغل بيها ان شاء الله: ابرة مقاس 2، وخيط اليزا ديفا، وهستعمل توك شعر اللي هي القماش بس استك فاضية مفيهاش اي حاجة خالص. يلا مع بعض هنشوف هنشتغل ازاي. نجيب بقى الخيط بتاعي. بعمل اول حاجة غرزة البداية بس بره، عقدة البداية بره، واجيب التوكة واجيبها بقى عليه، وابتدي اشتغل غرزة حشو على التوكة. بس حاولي ما تشديش ايدك وانت بتشتغلي. بصي، خدي الخيط معاكي، يعني بصي وانا بشتغل ما تشديش ايدك وما تشديش التوكة، يعني بصي ما تحاوليش تشدي الاستك كده، لا حاولي تشتغلي بالراحة خالص. وكل شوية قربي الخيط من بعضه، بس ما تشديش الاستك معاكي. كده كملت الحشو على كل الاستك، وصلت كده لايه؟ للبداية. ابتدي اعمل بقى غرزة منزلقة في البداية، واطلع بواحدة سلسلة ارتفاع، واشتغل بقى حشو على كل غرزة. كل غرزة من الغرز اللي اشتغلتها اشتغل عليها واحدة حشو. كل واحدة اشتغل عليها واحدة حشو. كل غرزة واحدة حشو. من غير لا تناقص ولا تزايد ولا اي حاجة، كل غرزة بس بشتغل عليها ايه؟ واحدة حشو. كل الغرز خلصنا، كل غرز الحشو تمام. جينا كده بقى ايه؟ للبداية اللي كان فيها سلسلة الارتفاع. هعمل ايه؟ هعمل منزلقة واطلع بكام بقى سلسلة. ابتدي بقى اشتغل الوردة، هطلع بسبع سلاسل: الواحد، اتنين، تلاتة، أربعة. حط ايدك هنا عشان هترجع لها تاني، بين واحد اتنين تلاتة. ابتدي بقى اعمل ايه؟ هاخد لفة عمود، بس حاولي تخلي العمود بتاعك مفتوح شوية مفرود، يعني بصي انا هرجع هاجي بقى فين، هدخل فين، شايفة انا وقفت فين؟ في رابع سلسلة من تحت، بس انا كنت معلمها بايدي تمام. هبتدي بقى اشتغل ايه؟ اول عمود بلفة. بصي انا بطول العمود عشان الوردة بتاعتي تبقى مفرودة شوية. اول عمود، تاني عمود في نفس المكان، كل شغلنا هيبقى في نفس الغرزة دي نفس السلسلة. تاني عمود هنعمل ايه؟ سلسلة اتنين، وادخل في نفس السلسلة واعمل منزلقة، واطلع بسلسلتين. بحاول ما اشدش ايدي خالص، بخلي الوردة عشان تبقى مفرودة في نفس السلسلة. اشتغل اتنين عمود لفة، واحد اتنين عمود، بعدين سلسلتين، واحد اتنين في نفس السلسلة اللي احنا بنشتغل فيها منزلقة، اطلع باتنين سلسلة واتنين عمود. ادي اول عمود، ادي تاني عمود، اتنين سلسلة، وانزل بمنزلقة، اطلع بسلسلتين، اول عمود تاني عمود سلسلة اتنين، وانزل بمنزلقة، واطلع بسلسلتين، وادخل بأول عمود،
تاني عمود سلسلة اتنين وادخل منظر. كم واحدة بقى انا هعملها؟ خمسة، خمس ورقات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس ورقات للوردة. تمام، وبعدين عملت منظرك، كل شغلي في السلسلة، هي سلسلة واحدة كل شغلي فيها. هعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، من تحت بقى في الحشو اللي احنا عملناه تحت هبتدي اعد. شوفي شوفي انا طالعة منين، هقول واحد اتنين تلاتة، رابع غرزة هدخل فيها منزلقة. بس الوردة بدأت تبانها. تمام، انا عديت رابع واحدة من تحت ودخلت فيها منزلقة. هطلع بإيه؟ بسبع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. هعد بقى، واحد اتنين تلاتة أربعة من تحت، وأقف بقى كده. مش عارفة تعدي هتعملي ايه؟ قول واحد اتنين تلاتة أربعة وحط صبعك كده، أعلمها بإيدي. قول واحد اتنين تلاتة، وابتدي اخد بقى ايه لفة العمود وادخل في السلسلة. هعمل ايه؟ اتنين عمود نفس اللي قررته هناك، اول عمود تاني عمود، واعمل ايه؟ سلسلتين، وادخل نفس المكان اللي انا بطلع منه واعمل ايه؟ منزلقة، واطلع بسلسلتين. سلسلة اتنين، حاولي ما تشديش ايدك كنت بتشتغلي، وعامل عمودين، عمود اتنين. وهاخد سلسلتين وانزل بمنزلقة، شايفة؟ في نفس المكان في نفس السلسلة، كل شغلي على نفس السلسلة، واطلع بسلسلتين وادخل في نفس السلسلة، في نفس غرزة السلسلة اللي انا بطلع منها دي، واعمل عمودين. بعدين سلسلتين، وادخل واعمل منزلقة، واطلع سلسلتين واعمل عمودين، اول عمود تاني عمود. سلسلتين وانزل منزلقه، واطلع بسلسلتين. دي اخر ورقه ليا هنا، عمود اتنين سلسلتين، ادخل بمنزلقه. وبعدين هم بقوا كام واحده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمس ورقات. تمام، طيب هعمل ايه؟ هعمل ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. نعد بقى من تحت، شوفي المكان ما طلعت اهو، اهو واحد اتنين تلاتة، وهدخل في الرابعة هعمل ايه؟ منزلق، واطلع بسبع سلاسل. شايفة الوردة بدأت تبانها؟ كل ما تفرديها كده، تفردي العواميد كل ما هتبان معاكي اهي. ابتدي بقى نشتغل كل ده على نفس الايه النمط ده، كلها داير داير لغايه ما اوصل للاخر. ورجعت لك مع اخر ورده، هفكرك باللي احنا كنا بنعمله. كنا بنعمل سلسلتين وندخل بعمودين في نفس السلسله اللي احنا بنشتغل فيها، عمود اتنين بنطلع بسلسلتين ندخل بمنزلقة في نفس السلسلة، نطلع بثلاث سلاسل، اتنين ثلاث سلاسل. آخر حاجة بقى ندخل منزلقة في أول ما ابتدينا، ونبتدي نقص الإيه الخيط بتاعنا وننضفها كده من ورا. عمود الايه ندخل الخيط كتير بحيث ما يطلعش منها بعد كده.
كده انا عملت معاكي اسهل توكة واسرع مشروع. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبك، ما تنسيش بقى اللايك وتفعلي الجرس عشان ان شاء الله يجيلك مني كل جديد وحاجات حلوة هعملها معاكي ان شاء الله. اشوفكم على خير.